انتوا ايه مفهوم الوطن عندكم؟ ايه مفهوم الوطنيه عندكم؟ ايه مفهوم الامن القومي عندكم؟ يا جماعه قلنا 1000 مره عبد الفتاح السيسي مش الوطن، النظام الحالي برئاسه سيء الذكر مش الوطن، مصر اكبر منكم، مصر اكبر منه، قلنا الخطاب ده 1000 مره، وقلنا ان ده الخطاب المفروض يطلع من مدينه الانتاج الاعلامي هناك، وقلنا ان ده اللي انا مؤمن بيه وده الخطاب اللي احنا مقتنعين بيه. صكوك الوطنيه اللي بتوزعوها والحب الوطن والدفاع وده ارهابي وده مش ارهابي، يا سيدي انسى كل ده. دلوقتي في خطر ولا مفيش خطر؟ في خطر. اسرائيل مش عامله لك حساب ولا عامله لك حساب؟ مش عامله لك حساب. اسرائيل بقت على حدودك بشكل مباشر وانتهكت اتفاقيه السلام بينك وبينها. المفترض تعمل ايه؟ يعني اضعف الوطنيه انك تغضب، اضعف الايمان انك تزعق، انك تقول يا ناس يا قياده سياسيه يا قياده عسكريه الحقونا حدودنا يا ناس، اسرائيل خلاص سيطرت، انتوا بتهببوا ايه؟ ده ابسط حاجه بالمناسبه. لكن انت للاسف خنزير، حولوك للجنة إلكترونية أو لجنة إلكترونية حولوك للخنزير، ففقدت الإحساس لا بالوطن ولا بالحدود ولا بالأمن القومي. وتدخل على فيديو زي ده في مذيع بيتكلم بالطريقة دي بنفس الخنزرة، تعلق مع أصل الإخوان. يا ابني إخوان إيه؟ أنا زي ما كتبت النهاردة الصبح، القضية مش إخوان، القضية إنك غبي. القضية فعلا إنك غبي، غبي في رفع الأسعار وغبي في التعامل مع عدو بيمثل خطر وتهديد حقيقي على أرضك وعلى وطنك. أنتوا مستنين إيه يا جماعة؟ ملعون أبو السياسة يا جماعة على الخلافات على 10 سنين اللي فاتوا. إسرائيل على الحدود، انتوا مستنيين ايه؟ إسرائيل على الحدود، ايه أكتر من كده؟ مستنينهم يدخلوا سينا؟ طيب يوصلوا إسماعيلية يبقى في نكسة جديدة؟ مستنيين ايه؟ قوات المسلحة مستنية ايه؟